في مدينة سرت يبدو أن القوات المسلحة تحشد هذه المرة لهدف معين، ويبدو أن المعركة إلى ما بعد مصراتة أو ما بعد طرابلس. هذه التفاصيل لا أستطيع الخوض فيها بشكل دقيق، ولكن التحشيد الذي شاهدناه كان كبيرا جدا، والأمور في مدينة سرت ومحاور القتال ممتازة جدا. القوات المسلحة تنشر منظومة دفاع جوية لأول مرة حديثة الصنع. أيضا باقي التفاصيل لا نستطيع نحن كإعلاميين الخوض فيها، نظرا للتعليمات التي صدرت من اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. هنا الحرب يبدو أنها ستتطور، ويبدو أن القوات المسلحة سيكون لها هدف نعم، آخر. نعم أخي شكرا أحمد. شكرا جزيلا لك، مفدنا إلى سرت أحمد جمعة. أشكر أيضا الصحفي